السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله ما فيديو هذه تلقاكم كامله مهنيين. اليوم خواتاتي ان شاء الله راح نديروا شطيطحه تاع اللسان تاع البقري. ها هوليك عندي هنايا نص لسان. اليوم راح نوريلكم كيفاش نتعاملوا مع اللسان بالنسبه للمبتدئات اللي يعني بتات غير كيما تزوجوا ولا ما يعرفوش يوجدوا هذا النوع من الاطباق. على بالكم بلي في رمضان كاين بزاف الناس تميل للشطاطح وتشرميلات ويحبوا لسان بقري، كاين يحبوا الدواور، ياكلوا هاد الحوايج في رمضان. مالا نحاولوا اننا نهيئوا روحنا ما استطعنا من قبل، نقدروا نغليوه، نحولوا هاد لابو هادية، نقطعوه ونخبوه في الكونجيلاتور، سورتو بالنسبة للنساء العاملات اللي يعني الله غالب ما عندهمش الوقت وعندهم العائلة تاعهم يعني ولا الزوج ديالهم ياكل هذا النوع من الأكلات. هنايا عندي قلت لكم نص لسان تاع بكري، واش نديروا له؟ أنا نغسلو بيان، نغسلو ندير له الماء والخل، نطهرو تخي تخي بيان، ومن بعد نحطو في كوكوت مينوت ندير فيها الماء. باش نغليوه، والماء هذاك ندير فيه فلفل كحل حب، ندير فيه الملح، ندير فيه الرند باش نسموه وما يطيبش هكذاك. ومن بعد هو يغلي باش نقدروا نحلو هاد لابوش الحرشه هذه تاع اللسان، بيسك هذه ما تنتكلش، يلزم نسلخوها نحوها، وما نقدروش نحوها يعني محال اننا نحوها بلا ما نغلوها. طريقه سهله جدا، نجوغا من ماكوكوت ونكملوا الوصفه كيف كيف. فوالا هنايا حطيت اللسان ديالي، قلت لكم بعد ما نظفته وطهرته مليح بالخل نحط فيه الملح، كميه من الملح ما تكثروش برك بزاف، الرند وفلفل الكحل حب. ها هوليك هذا واش نسحقه. ومن بعد واش ندير؟ نخليها تغلي، نغلق عليها يعني مده 20 دقيقه نص ساعه. على بالكم كل يعني بقري وكيفاش، كاين اللي يطيب بالخف، كاين اللي يدي شويه وقت. المهم يعني نديرو نص ساعه ولا 20 مينوت نحلو عليها. كي نشوفوا هاد لابو خلاص ديتاشات تقدر تتنحى، ماشي بالشرط يطيب كامله، نحوه باش نقطعوه ونكملوا الشطيطحة تاعنا. وما نساوش البنات يعني سنينات تاع التوم، نسيتهم قشرتهم راكو تعرفوا شتو خالتي خروفه ما راهي دايره. هنايا نديروا سنينات تاع التوم ونغلقوا عليها. هنايا كيما راكو تشوفوها هوليك اللسان تاعنا راهوليك يعني غلا. نقدروا دوكا تيك نسلخوا هاد لابارتي، انا قسمته على زوج باش نقدر نغطسو كومبليتوم في لاكوكوت. هنايا نبداو بالعقل نحو او سخون على كل حال، بصح شوفوا كيفاش يتنحى فاسينمون. ها شوفوا هادي لابارتي هادي تبدا تتنحى فاسينمون او سخون على كل حال، بصح شوفوا شوفوا ها شوفوا شتو كيفاش تتنحى. ها هوليك ها هيليك شوفوا هذه هي الطريقه يعني بالنسبه للمبتدئات هكذا. ها هيليك هذه كامله تتنحى، انا ما خليتوش يبرد، هي نورمالمون هو سخون بس كي يبرد يعني ما يجيش ساهل، بصح انا سخون بزاف. وهنايا كي سلختو كامله كيما راكو تشوفو ها هيليك. هنايا انايا هنايا وين نلقى الشحمه انا نحيها. كاين ناس يعني يبدنوا بها، كل واحد يعني والطريقه ديالو. ونلقى يعني بزاف الشحم نحي هكذا. ومن بعد نبدا بيان سور نقسم فيه، كل واحد كيفاش يحب يقسم. على كل حال فوالا هكذا يجي يتقسم فاسيلمون. تحبوا تقسموهم كبار، تحبوا تقسموهم يعني صغار، مثلا هكذا هكذا ها هوليك كيما انا هذه الشحمه هكا نحيها، يعني ماشي غير نقسمو برك ونطيبو. فوالا فوالا راح نقسمهم هكذا. قلتلكم وين نشوف يعني الشحم نحيه. فوالا نخلي غير وين لافيونت وين اللحم. قلت لكم اللي يحب يقسمو يعني كبير يقسمو، واللي يحب يقسمو صغير يقسمو. ليسونسييل هكا راهو ليك واجد باش نديرو الشطيطحة تاعنا. المهم انا نكمل دوك نقسمو كيما راكو تشوفو سمحولي. ومن بعد بالنسبه للناس اللي تحب توجد رمضان،
سمحوا لي. بالنسبه للناس اللي تحب توجد رمضان، دير كيما راهو كيما راهو هكذايا، ديرو في المجمد. اما كي تحبي طيبيه توت سويت راكي طيبيه توت سويت. هادو من تجهيزات الناس اللي تاكل هاد الشيء، كاين يعني الرجال تاع العائله يحبوا هاد الماكله، توجديه تخبيه في الكونجيلاتور ومن بعد تدرسي له غير الدرسه مع شويه حميصه وانت درتي احلى شطيطها. انا اليوم حنطيبو معكم توت سويت باش تشوفوا الطريقه تاعي. فوالا هنايا بعد ما نقيت اللسان تاعي ويعني خليت فيه غير اللحم كيما راكم تشوفوا، عطاني كميه لا باس بها. واش نديرو؟ انا هنايا عندي الدرسه، الدرسه هي اللي تتكون من الثوم، الفلفل دريس كساسوا غبرة ولا كساسوا فلفل هكاك تحطوه في الماء سخون، نسحقو وشويه ملح بيسكاني درت الملح يعني في اللحم ديالي في اللسان ديالي. هنا واش نسحقو؟ نسحقو عكري كمون فقط وشويه تاع طوماطيش تاع المعلبات هذوك تاع البايض. هنايا المرق اللي طاب فيه اللسان ديالي راني صفيتو هاهو ليك، مرميتوش بيسكو هو اللي راح يعني نمرق به. ونسحقو كميه تاع الحميصه. هنا ما حاش نستعمل الزيت، راح نطيب الدرسه ديالي بلا زيت بيسك على بالكم من لسان ميدوم والمرقه تاعنا يعني كيما راكم تشوفوا هي دايره وجه تاع ليدا. انا هنا واش ندير؟ بيسك هنا اللحم تاعي راهو ليك بخاسك طايب، نخلي الحميصه ديالي يعني طيب نص طياب ومن بعد باش نرمي اللسان ديالي. دوك نشوفوا مع بعض. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستعمل لا كوكوت مينوت. اول حاجه نديرها هي نحط الدرسه ديالي هاهي ليك، كي درست هنا درت لها شويه ماء باش تجيني سهله في الدريس هكذا. ومن بعد واش ندير؟ نحكم شويه تاع هذاك المرق، شوفوا نديرو هنا هاهو في المهراس باش ما نضيع والو. يعني الطريقه ديالي هذه على كل حال هكذا فوالا، باش ما ندير والو يعني ني زيت ني حتى حاجه. نحاول هنايا هكذا كيما كنتو تشوفوا نقلي الثوم ديالي، وكي نقلي الثوم تاعي ما نغفلش عليها يا خي البنات، ما ندور ما والو، نقعد هكذا نعاون فيها بالمغرف باش ما تتحرقليش. وهنايا هاهو ليك شوفوا كي الثوم تاعي تقلى، شوفوا قريب ينشف. هنا واش ندير؟ نزيد المهرس هذاك نغسلو بطبع، ومن بعد قبل ما نزيد الوسمو هاهو ليك ندير الفلفل العكري مع الطوماطيش مع الكمون، ونزيد نغسل مليح المهرس تاعي اي فوالا. نقلي شويه الطوماطيش تاعي، انا هنا ما حاش نستعمل الطوماطيش تاع الحبه، شويه برك طوماطيش مصبره فقط. نخليها هكذا مليح، قلت لكم هنا كي تعود تتقلى قلت لكم يعني التقليه هي السر تاع البنه تاع الاكل ديالنا. وكي نعود نقليو يعني نقليو في الماكله ديالنا ما نغفلوش عليها باش تعطينا نتيجه شابه. فوالا واحد الريحه شحال شابه راهي خارجه. هنا واش ندير؟ الماء سخون طبعا، نرمي الحميصه ديالي. وكي قلت لكم بلي دوك انا الحميصه تاعي نطيبها نص طياب، يعني غير يدخلها برك طياب تماك، نرمي اللسان ديالي. شوفوا هاهو ليك المرق اللي كنت سخنته، نزيد باش ندير تمليقه وحده فوالا. وهنا غير ترفد الغليه نغلق لا كوكوت قيمه 10 دقائق نفتح عليها ونكملو كيف كيف. وهنايا شوفوا يا الزينات راني حليت لا كوكوت وشفت بلي الحميصه تاعي دخلها طياب. هنايا نرمي القطع تاع اللسان ديالي كيما راكم تشوفوا
ونخليهم يكملوا يطيبوا مع بعض. شوفوا السما لسان تاعي مخصوص شويه طياب، والحميصه كيف كيف. انا هنا كيما راكم تشوفوا المريقه راهي مخصوصه شويه، انا هنا ما حاش نغلق ما كوكوت، هنا ما نغلقش لا كوكوت تاعي. ها هو واش ندير، نزيد لها شويه مريقه هكذا ونخليها تكتك وتتجمر باقيها. فوالا ها هي ليك شطيت حتى انا، راهي ليك طابت كيما راكم تشوفوا، تجمرت كيما يحب الخاطر. انا هنايا ندير شويه تاع كمون هكا باش تجينا يعني ريحه الكمون هكذايا، ونطفي عليها. على بالكم الكمون كي نديروه مع الاخر يطلق لنا نكهه شابه، ما نكثرش به يعني ما نكثرش منه من الاول باش ما يطلقناش يعني المراره. فوالا دوك تلاقاو في طبق التقديم. هاو ليك حبيباتي الطبق تاعنا تاع شطيط تحت لسان، راهو ليك واجد، شهيتكم بالصحه. يجي فريمون البنه تاعو رائعه، على بالكم باللي كانت تقسويلات يعني تبنات كيما نقولوا حنايا، يعني يحلى في شهر رمضان. كاين بزاف يعني متمسكين بالاطباق تاعنا التقليديه. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون فادتكم وتكون عجبتكم، وش نقول لكم شهيتكم بالصحه ان شاء الله، ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.